الركن الأول من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله. كاب إيمان عندتات كابتن تنشدشت عندتات حنتي بحدا الله مؤمن. كيف نؤمن بالله؟ كم يقرنا هنا الله نؤمن. نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة. أتنا توحيد سلست درجات الزخونة وسلست ملقات الزخونة بأن مؤمن مالك. ونؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله. حنتي ربي وي الله مهلاو مؤمن مخنياتو بزي زنسك ما هي الادله على وجود الله ربي وي الله مهلاو مرتعون انتي الادله كثيره جدا مرتعون لنا يمكن نجمع الادله في ادله اربعه باربعتك كنحصرن خلينا الاول العقل قدامي اتعقلنا ايمانه يستحيل ان ياتي انسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع وفي هذه المخلوقات الا ولا بد ان يثبت ان لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى سلازي سب عقل زلو طعي هنا زي عبد سب نزع عالم كله فطار مهلاو بزي بزي يا ما. الثاني قال اي الحس أمر محسوس ملموس تراه بعينك أو تسمعه بأذنك تكون في كرب وشدة تقول يا رب يا رب يا رب فرجها تجدها تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وإذا بالغيث ينزل هذا دليل محسوس ملموس رأى الصحابة رضوان الله عليهم لحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء قال آه أي ما بحس زبال حس مالت بعين خاز الرأي بإذن خاز السمع كل نجارات أب كرمي نان ريو الزون حدا مرتعو إيمالتيو مخنياتو بتجبا زخونا رسول عليه الصلاة والسلام أب زنبارو لقزي إيدوم زرقيحوم يا رب يا ربي لوم نرب مسلم منو تي ماي مرادو أبتي تحمومون يورد كم زنبارا زرقا قدسي الثالث مبل سالساي الفطره كل مولود يولد على الفطره فهو اثبت وجود الله سبحانه وتعالى قال سالساي مرتعون ادما فطره اذا فطاطرانا مالتي حدث سبك كله فطار مهلاو زامني زي كله بز فطري مالتي الرابع الادله من الكتاب والسنه وهذه كثيره جدا مبل رابع ادما كاب قرآن كاب حديث مرتعوتات بتعمل بتعمل بزوحي. إذن اذا الايمان بالله يتضمن الايمان بانواع التوحيد الثلاثه والايمان بوجود الله والله اعلم آه سلزي ايمان كنبل كلنا بحد آه الله ان لنا له توحيد ثلاثه عينات بمؤمن حد رب مهل الله مهله مؤمني مالتي